السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة عندنا عدد من المواضيع سوف نناقشها، وسوف يكون معنا عدد من الضيوف لإثراء هذه الحلقة بشكل أكبر. أولى هذه المواضيع عن التقرير الذي أصدرته هذا الأسبوع منظمة سام حول سجن مدينة الصالح الواقع في تعز، الذي نقل شهادات وقصص وفضائع تنشر لأول مرة عن تعذيب يتعرض له السجناء في هذا المعتقل الكبير. كما سنتطرق إلى ما أعلنه السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة من أن عدد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية يزيد على 30,000 طفل، يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم على أيدي هذه الميليشيات الحوثية. أيضا عندنا موضوع آخر يتحدث عن تفعيل الميليشيات الحوثية لما يسمى باليوم الثقافي في أمانة العاصمة، وتلزم الطلاب بالصرخة في الطابور الصباحي. وختام مواضيع هذه الحلقة مشاهدينا حول إعلان الأمم المتحدة تقليص مساعداتها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وتداعيات ذلك. مشاهدينا، نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نستهل هذه الحلقة من التقرير الذي أصدرته منظمة سام هذا الأسبوع حول سجن مدينة الصالح الواقع في تعز، والذي نقل شهادات وقصص وفضائع تنشر لأول مرة عن تعذيب يتعرض له السجناء في هذا المعتقل أو في هذه المدينة، ما تسمى مدينة الصالح، التي حولها الحوثيون إلى سجون سرية يسكنها الرعب ويحيط بها الموت، وترتكب فيها أبشع الجرائم والانتهاكات التي تطال آلاف المدنيين من أبناء محافظة تعز. منظمة سام مشاهدينا شبهت، يعني منظمة سام للحقوق والحريات شبهت في تقريرها الذي أصدرته يوم الاثنين الماضي، شبهت هذه البشاعة ببشاعة سجن تدمر في سوريا والباستل في فرنسا، مشيرة إلى أن السجناء في هذا السجن يتعرضون لألوان من التعذيب مثل التجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس كذلك.
مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر وبتوسع حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبجميع السادة المشاهدين وبقناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. بداية من موقع مسؤوليتك كوكيل وزارة حقوق الإنسان، كيف تنظر إلى هذا التقرير الذي وضح بشكل جلي ووضح بشاعة هذه الميليشيا وتعاملها مع المعتقلين أو المختطفين في التي أودعتهم هذه المدينة أو هذا السجن الكبير إن صح التعبير؟ حقيقة طبعا أولا لم أفاجأ كثيرا بكل البشاعات التي وصفها هذا التقرير، لأننا بالفعل أيضا في تقارير وزارة حقوق الإنسان كنا قد تحدثنا عن عدد كبير من الانتهاكات التي تحدث من قبل ميليشيات بشكل عام، وما يحدث في سجن مدينة صالح. هذه المدينة كان يفترض أنها مدينة لإسكان الشباب، وكانت تحت التنفيذ، ما يعني لم تكتمل، وتم استخدام 20 عمارة فيها كمعتقلات لإيداع الناس فيها. طبعا عمليات الاعتقال تتم لعدة أغراض. الغرض الأول هو اعتقال المعارضين ومن يقفون ضد هذه الميليشيات، لكن إلى جانب ذلك يتم اعتقال المواطنين الآخرين من باب الابتزاز، حيث تحول هذا المكان إلى مكان ابتزاز بشكل كبير جدا لمصلحة ابتزاز من يسيرون يسيرون هذا المعتقل. طبعا في هذا المعتقل تحدثنا أيضا، وطبعا التقرير يعتبر من التقارير المتميزة جدا، لأنه قام بتنفيذ 3 قضايا هامة. أولا تنفيذ ما يسمى بالمبادئ التوجيهية لعمليات الرصد والتوثيق، وهي مبادئ دولية متفق عليها. النقطة الثانية اعتمد بشكل كبير على الشهادات المسجلة والمصورة، وهو ما لا يمكن دحضه. النقطة الثالثة أن التقرير تعامل مع الواقع كما هو، وتحدث بلغة الأرقام، وهي اللغة الأهم في مثل هذه التقارير الحقوقية. بهذا الشكل طبعا هذا التقرير سيضيف كثير في إطار دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي ستبدأ في 24 من هذا الشهر وتنتهي في 20 مارس الشهر المقبل، وسيكون لمنظمة سام دور كبير من خلال هذا التقرير الذي بالتأكيد سيشكل صدى كبيرا لدى دول مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لأننا بذلك نكون قد قدمنا لهم وجبة كاملة حول هذه الانتهاكات وما يقوم به الميليشيات الحوثية. لكن دعني أقول هنا أن المنظمات الدولية في الفترات الأخيرة أصبحت هي أيضا تتناول كثير من الانتهاكات لكثرتها ولعدم القدرة على التغطية عليها. التقرير خبراء مجلس الأمن تحدث عن عدد كبير من الانتهاكات، تقرير الشؤون الإنسانية تحدث عن الانتهاك في عملية نهب الأغذية والتقطع لها وسرقتها. كثير من التقارير الدولية اليوم. طيب أستاذ نبيل، دعني أقف في نقطة مهمة. بعد ماذا بعد؟ السؤال المهم الآن، ماذا بعد هذه التقارير؟ ماذا بعد أن كشفت هذه التقارير كلها والمنظمات الدولية أيضا بشاعة هذه الميليشيا تعاملها سواء مع في المجال الإنساني، في المجال مع الأسرى المعتقلين، في كافة المجالات، ماذا بعد هذه التقارير جميعها؟ طبعا يفترض الآن أن يقف المجلسين، مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة ومجلس الأمن في دوراته المستمرة، يجب أن يقف وقفة جادة أمام كل هذه التقارير، لأن هذه المجالس الدولية تعتمد على هذه التقارير كأساس لقراراتها التي تصدرها. ويفترض الآن بهذه المجالس الدولية والمنظمات الدولية أن تكون لديها قرارات قوية جدا. فالعملية أصبحت إما المقدرة لدى هذه المنظمات الدولية أو هذه الهيئات الدولية مقدرتها على صناعة سلام حقيقي عادل وشامل، أي أنها تستطيع أن تضغط على الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران للوصول إلى اتفاق سلام حقيقي قابل للتنفيذ وبدون تلكؤ، أو أن يكون هناك قرار بدعم القرار 22-16 باتخاذ
القوة الدولية لإنفاذ هذا القرار واستعادة الدولة. نعم طيب أستاذ نبيل، يعني مع ما نجده من تماهي من قبل هذه المنظمات وبعض الدول مع هذه الميليشيات الحوثية، حتى أنها لم تسمي يعني بعض الانتهاكات لم تسمي الميليشيا وإنما تسمي بعض الأطراف وما إلى ذلك، يعني هل يعني لما تحدثت به من أنها يجب أن تتخذ قرارات حاسمة، هل ستتخذ فعلا، يعني متفائل أنها سوف تتخذ فعلا قرارات حاسمة تجاه هذه الميليشيا؟ هذه المواقف أصبحت يوما بعد يوم تتعرض لعملية من الفضح لما يحدث، يعني فوضية الشؤون الإنسانية لطالما تحدثت عن التماهي وعن التسهيلات وعن كذا، لكنها اليوم تعلن بشكل واضح أنها لم تعد قادرة على عملية توزيع المساعدات، بل وتعلن عن عملية سرقة ونهب المساعدات، وهو ما يعني أننا وصلنا إلى مرحلة حتى المنظمات الدولية التي كانت بشكل أو بآخر نتيجة فساد داخلي تتعامل مع هذا الجانب أيضا أصبح وضعها مفضوحا، وهي غير قادرة على أن تبرر ما كانت تقوم به من تماهي. نعم. اليوم نحن نقول أن المنظمات الدولية يجب أن يطبق عليها ما كانت هي تطالب به وهي مبادئ الحوكمة الرشيدة. نحن نطالب اليوم بأن يكون هناك شفافية لهذه المنظمات، أن تعلم بوضوح أمام العالم أجمع أين ذهبت بتلك المليارات التي أخذتها في إطار المساعدات المقدمة لليمن. نريد أن تعلن لنا بوضوح، ليس لنا فقط وللعالم أجمع أيضا، من أين ذهبت بكل هذه الأموال، لماذا هذا التستر؟ نحن نقول أن هناك فساد وفساد واضح، وقد قمنا بتعرية جوانب كبيرة من الفساد حتى وصلت الأمور إلى إحالة بعض موظفي هذه المنظمات الدولية إلى التحقيقات. نعم. لكن طيب لا يزال دعني عملية الفساد قائمة. نعم دعني أقف عند نقطة، سؤال أخير طبعا أستاذ نبيل، يعني أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن ممثلين من الحكومة ومن الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية بدأوا يوم الاثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى، مع ما نشهده أيضا من انتهاك لحقوق الأسرى والمعتقلين وهذه البشاعة في التعامل مع الأسرى. أيضا في هذا الجانب دعني أطرح هذا التساؤل الأخير، ما هو دور الوزارة وزارة حقوق الإنسان في هذا الجانب بشكل عام؟ نحن لدينا رصد متكامل لدى وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، لدينا رصد في الأعوام الماضية يصل هذا الرصد إلى أكثر من 102 ألف حالة انتهاك، نضعها دائما أمام المجتمع الدولي وأمام الجانب الحكومي أمام المبعوث الأممي، نقول للجميع هذه هي الانتهاكات، هؤلاء هم المختطفين، هذا ما يحدث داخل هذه السجون، وعليكم أن تكونوا عند مستوى هذه الجرائم وإحالتها إلى التحقيقات. نعم. أقول أن التقرير الأخير الذي صدر لخبراء مجلس الأمن قد حدد بعض الشخصيات من جماعة الميليشيات الحوثية، وهما يعني أن هؤلاء أصبحوا جميعا مطلوبين دوليا، وهذا يعتبر خطوة جيدة، لكن نقول أن مكتب المبعوث ما زال يلعب خارج الصندوق ولا يستطيع أن يحقق شيء، لأن الدعوة للقاء عمان حول قضية المعتقلين بعد مرور قرابة 14 شهرا من اتفاق ستوكهولم لم يحقق شيء. نعم. إذا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، في اليوم العالمي لمكافحة جريمة تجنيد الأطفال في الحروب، تشير الإحصائيات إلى تصاعد أعداد الأطفال المستغلين في الحروب والمجندين من قبل الميليشيات المختلفة، أيا كانت هذه الميليشيا وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي التي جندت أكثر من 30,000 طفل في صفوفها بحرب بلادنا، تم تجنيدهم في معسكرات كثيرة. يعني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي قال إن عدد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية يزيد عن 30,000 طفل يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم على أيدي هذه الميليشيات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع من مشاهدينا الكرام ينضم معنا الأستاذ عبد الرحمن القباطي، مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ عبد الرحمن، هناك من يقول حياك الله. أرحب بك أستاذ عواب، وأحب أن أجد بدريك من هذا الموضوع الهام وهو الأبطال. نعم، طيب هناك من يقول أستاذ عبد الرحمن بأن العدد أكبر من ذلك، كيف تنظر إلى هذا الموضوع بالذات وهذا التقرير؟ ما ذكره الأستاذ السفير عبد الله السعد في مجلس الأول من وزارة الرئيس للتصدع المتحدة، نعم، حول أن هذا الأطفال الذين يتهم لشبية حوالي 30,000، هذا هو المكسب. إنما من شبية حوالي نسبة الأطفال من شبياتها ما يتعدى 60% من طوام جيش ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تمارس تجنيد الأطفال لعدة أسباب، أهمها أنهم الأقل كلفة في الحرب. نعم. ثانياً أن الأطفال يعملون كقطيع، وليس لهم حب القيادة وحب الزعامة كالراشدين والكبار. ثالثا أن الأطفال يدخلون الحرب على أساس أنها مغامرة. كما هذه أسباب أنا وجدتها من خلال إعادة تعزيز الأطفال للمدين الذي أبنته المشروع التابع لمركز سلمان، والذي بدأ في 2017 مستمر حتى اليوم. أعد لتعزير 500 طفل إلى الآن. يعني هذه الأسباب الرئيسية التي دفعت ميليشيات الحوثي لتجنيد الأطفال. نعم، هذه هي الأسباب التي دفعت. الأسباب الهامة نقص الراشدين والشباب في ميليشياتها. نعم، وأنا يعني ذكرت بأن 60% من قوام هذه الميليشيات الحوثية هم من الأطفال. أستاذ عبد الرحمن، كيف توصلتم إلى هذه النتيجة؟ هل فعلا أن 60% من قوام هذه الميليشيات الحوثية هم أطفال؟ نعم، من خلال استماعي لطرف هؤلاء الأطفال يخبروننا أنهم في الموقع، يعني في كل موقع ما لا يطلع عن 20 طفلا وأربعة راشدين. نعم، في كل موقع هؤلاء الأطفال جاءوا من مواقع من حوثي في زراعة الحرب. في كل موقع يخبروننا أن نسبة الأطفال يعني تصلنا أكثر من 60%. طيب انت نعم، طيب استاذ عبد الرحمن، انت كمتخصص في هذا الجانب اعاده تاهيل الاطفال، ما هي اليه، هل هناك اليه لحمايه هؤلاء الاطفال من الزج بهم في الحروب، واتخاذ يعني اجراءات رادعه تجاه من يقوم بذلك، لا سيما هذه الميليشيات الحوثيه؟ اولا مطالب من هذا المكان مطالب المجلس الامن والامم المتحده والمنظمات العامله في حقوق الانسان بالضغط على ميليشيات الحوثي لايقاف تجنيد الاطفال. ثانيا توعيه اولياء امور هؤلاء الاطفال، وخصوصا ان جماعه الحوثي تفرض تجنيد الأطفال عبر استغلال المواد الإغاثية عبر المنظمات الدولية. لا تعطي إغاثة إلا للعائلات التي تدفع بأطفالها إلى جبهات الحرب. نعم، طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني أنتم من خلال تفضل أكمل. من خلال وسائل الإعلام، الصحافة، الخطباء، المجتمع كامل، هذه قضية تبص تفكر الشعب، الجميع يتحمل مسؤوليته. طيب، طالما ذكرت انت اجزاء من المجتمع كمنظمه المجتمع المدني ايضا في هذا الجانب لها دور اكبر،
هل ممكن أن يكون لها دور وإسهام في هذا الجانب لا سيما وأن ترأس إحدى أو مدير لإحدى هذه المنظمات المجتمع المدني كمدير لمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين المتأثرين بالحرب؟ هل ممكن أن يكون في هذه الظروف الحرجة التي تعيشها بلادنا هل ممكن أن تكون لمنظمة المجتمع المدني دور في توعية الآباء بعدم الزج بأبنائهم في أتون هذه الحروب والصراعات؟ يمكن إذا الدولة يمكن دور منظمة الاجتماع المدني خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي لا تقوم بواجبها في توعية الأمور، في توعية الآباء، في توعية المعلمين، في الذهاب إلى المدارس، الذهاب عبر المساجد، عبر الخطباء، عبر اللجان الاجتماعية، على جميع المنظمات أن تقوم بدورها، أن تحشد النزهاء، أن تحشد الخطباء، المعلمين، المربين، أولياء الأمور، وتوعيهم في دقائق تربيه الأطفال. نحن أمام قنبلة موقوتة. نعم. الحوثي يسعى إلى تفخيخ الجيل القادم من اليمن، هؤلاء يستقبلنا. نعم. طيب. يستقبل اليمن هم أطفال اليمن، فإذا كان أكثر من 60% في الجبهات فالقادم في جدا جدا جدا. نعم، طيب قبل قليل تحدثت بأنكم أعدتم تأهيل العديد من مئات الأطفال في الذين زجت بهم هذه الميليشيات الحوثية إلى حربها الخاسرة، ما هو وضع هؤلاء الأطفال حاليا؟ هل تتابعونهم باستمرار؟ هل لديكم آلية لمتابعة هؤلاء الأطفال بعد أن تم تأهيلهم من قبلكم؟ بالنسبة للأطفال الذين تم إعادة تأهيلهم في رسمية إعادة التعليم الممول المصري يمان سليمان هم في المدارس، من 500 طفل استطعنا أن نعيد 485 طفل إلى المدرسة. لدينا برنامج متابعة يستمر 4 أشهر بعد التخرج، كل دورة تستمر 45 يوم، ونظل على اتصال بأهلهم طيل والبنيفيق الأخرى، يعني كل جاري طفل، كل أب، كل أم يسأل على الطفل، هل ما زالت البيت في المدرسة، هل غادر المدرسة، هل هو بخير، هل هو من بلد اجتماعيا، إذا هو بحاجة إلى دورة ثانية وعنده الدورة الغير الأخرى وهكذا. نعم، طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني السفير السعدي تحدث عن ضرورة مراجعة آليات الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، هل لديكم آليات لرصد هذه الانتهاكات أم أن مهمتكم تبدأ عندما يتم مسك هؤلاء الأطفال في الحرب؟ نعم، مؤسسة الوثاق التي توفر على المشروع بالشراكة مع مركز سلمان لديها طريق رصد في كل مناطق اليمن حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، يقومون بتوثيق كل حالة تجنيد للأطفال، ونقوم نحن باستقطاب الأطفال الذين ذهبوا للتجنيد دون رضا ولي أمرهم أو غصبا عنهم أو إجباريا، بالتعاون مع أولياء الأمر يتم استعارة الطفل إلى منزله ومن ثم إيصاله إلى المركز حتى يتم إعادة تأهيله. بالنسبة للأطفال الذين يتم الجد بهم بالطواعية المادية نتيجة الإغراء بالسلاح، نتيجة الإغراء بالراس، نتيجة الإغراء بالوظيفة، هؤلاء الأطفال يبدون بموافقة ولي أمرهم يحتاجون كذلك إلى إعادة تأهيل بدون كم هائل. إننا نحن في المسجد من شروط الحدود في المسجد بموافقة ولي أمر الطالب. فالأطفال الذين ليس لهم أهل أو خال أو عم أو أب أو أم في مدينة ماهر لا يستطيع أن يوافق على إيصال طفله إلى عندنا لأنه يخاف من الانتقام من هذه الميليشيات. نعم، إذا الأستاذ أطفال اليمن بحاجة إلى عملية تأهيل واسعة ولكن عقد الانتقام. نعم، بالتأكيد نعم، هم بحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة. الأستاذ عبد الرحمن القباطي مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في بلادنا، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، ضمن أنشطة التطيف التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، أصدرت المنطقة التعليمية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي تعميما جديدا يلزم طلبة المدارس في أمانة العاصمة صنعاء بأداء شعار الصرخة الحوثية في طابور الصباح. المصدر التربوي ذكر أن ميليشيات الحوثي ألزمت المدارس بفرض أداء الصرخة في طابور الصباح ابتداء من يوم الأحد الماضي، مشددة على الالتزام بتعميمها وتهديد بمعاقبة من يخالف ذلك. يأتي هذا مشاهدينا في الوقت الذي أصدرت فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية تعميما أيضا جديدا تلزم بموجبه مدارس العاصمة صنعاء الحكومية والأهلية بتدشين أنشطة طائفية تحت شعار تفعيل ما تسميه اليوم الثقافي. وينضم عن الحديث أكثر حول هذا الموضوع الدكتور حسن القطوي، مستشار وزارة التربية والتعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. ورحمة الله وبركاته أخي عوض، حياك وسلمك وأهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، كيف تنظر إلى هذه الإجراءات التي تزداد يوما بعد آخر من قبل هذه الميليشيا الحوثية؟ ليس غريبا على هذه الميليشيات ما تقوم به، فمشروعها مشروع تدميري واضح منذ البداية، وهي فقط تتدرج في هذه المشاريع التي هي مشروع تغيير الهوية اليمنية من وقت لآخر، وكل فترة وأخرى تحاول فرض يعني أمور جديدة على أبنائنا الطلاب في المدارس وكذلك على المعلمين والمعلمات، وكذلك قد وصل بها الحال إلى أنها تصل إلى حتى الجامعات اليمنية. وهذا التصرفات الخطيرة، يعني فرض ما يسمى بترديد الصرخة في طابور الصباح بدل النشيد الوطني، هذا موضوع خطير. وكذلك الاحتفالات التي تقومها هذه الميليشيات في وتفرضها على كثير من المدارس بما يسمى بمسميات مختلفة، كل فترة أخرى تخترق مسمى جديد للترويج لأفكارها العنصرية الطائفية في أوساط الشباب والطلاب، وهذا موضوع خطير يؤثر على مستقبل الأجيال ويصيبها بالتطرف والإرهاب التي تريد أن تزرعها هذه الميليشيات. نعم دكتور حسن، يعني أسمت هذا الأسبوع بتفعيل اليوم الثقافي، وأنت تحدثت أيضا قبل قليل بأن هذه الميليشيا تريد أن تفرض أمور جديدة. برأيك ما هي هذه الأمور الجديدة التي تريد أن تفرضها هذه الميليشيا من خلال اختلاق واختراع هذه الأسابيع والأيام؟ المشروع الإيراني واضح بالنسبة لتصرف هذه الميليشيات، وهي تريد أن تطبق المشروع الإيراني بحذافيره في اليمن، ابتداء من قضية الشعارات الطائفية، رفع الشعارات الطائفية، ثم تغيير هوية أبناء الشعب اليمني من خلال المناهج التعليمية، من خلال المدارس، من خلال طابور الصباح، من خلال دور العبادة والمساجد، من خلال الخطاب الديني، من خلال الخطاب الإعلامي. كل هذه الأفكار تبثها على أبناء الشعب اليمني من خلال هذه الوسائل المجتمعة، ولذا أصبحت هي تسيطر على هذه الأفكار، هذه المؤسسات لتفرض على أبناء الشعب اليمني ولتنقنهم هذه الأفكار العنصرية. وليس بغريبا على هذه الميليشيات، فهي كل أسبوع تعمل احتفالية جديدة، ويوم تسميه بيوم الغدير، ويوم تسميه بيوم الولاية، ويوم الشهيد، وما أكثر المسميات التي تقوم بها، وما أكثر هذه الفعاليات التي تقيمها هذه الميليشيات من أجل تغيير هوية أبناء الشعب اليمني. ومن يتصدى لها في حقيقة الأمر هم النخبة المثقفة من أبناء هذا الشعب اليمني، من المعلمين والأكاديميين في الجامعات، وكذلك العديد من شرائح المجتمع يتصدون لهذه الأفكار العنصرية، والتي بدأت يعني أمثلتها تظهر بوضوح في كثير من المناطق. على سبيل المثال، بالأمس قبل يومين فقط بالتحديد في محافظة حجة، يعني ابن يعتدي على أبيه ويمنعه في إحدى الأعراس، وأدى في النتيجة إلى أن يعني استخدم الأب السكين وذبح ابنه أمام الناس، وأصبحت القضية، وأصيب على إثرها بالهستيريا
وأصبح الآن في المشفى. هذه المشكلة وهذه الأفكار بدأت تؤثر في الشباب. نعم. وبدأت يعني تتأثر في سلوكياتهم وفي داخل الأسرة، وعملت على إيجاد شرخ اجتماعي كبير جدا في هذه المجتمع اليمني. نعم، يعني أسميت الموضوع هذا دكتور بالتلقين، تحاول الميليشيا دائما ما تحاول تلقين الطلاب وتلقين المجتمع. هل سيجدي هذا التلقين في تغيير الهوية اليمنية، أم أن هناك من يجابه هذه الميليشيا وأنا لا تكاد إلى يعني تكون فقاعة فقط أيام وستزول، أم أن لها خطورة سوف يكون لها تأثيرتها في المستقبل سواء القريب أو البعيد؟ لا شك بأن لها خطورة، لكن نحن نعول كثيرا على حائط الصد الذي يقف أمام هذه الأفكار وهذه الخرافات التي تقوم بها وبزراعة هذه الميليشيات. فأبناء سبتمبر وأكتوبر ومن المعلمين والمعلمات ومن الأكاديميين في الجامعات ومن المثقفين في مختلف المؤسسات التعليمية. نعم. لكن ليس لهم صوت الآن في المناطق التي سيطر عليها مهما مشاتفة. كان الموضوع هي يعني هذا يدل دلالة واضحة على فشل هذه الميليشيات خلال 5 سنوات أنها تصل إلى بغيتها، لأنه من يقف حائط صد أمامها هم هذه الشريحة التي ذكرتهم. هؤلاء الشرائح هم الذين يقفون حائط الصد أمام هذه الأفكار، وهم الذين يفندون هذه الأفكار التي تقوم بزراعتها هذه الميليشيات. ولذا تحاول هي لجأت الآن إلى أنها تعمل دورات متخصصة للمعلمين والمعلمات، وبدأ الكثير منهم أو البعض منهم يعني ينخرطون في مثل هذه الدورات، وهذا دليل فشل لأنه وليس دليل نجاح، لكنها تحاول ولكنها لا تنهزم، وهي عندما تركز على العملية التعليمية تدرك ماذا تعني العملية التعليمية وتدرك ما هي النتائج المستقبلية لتغيير أفكار الناس ولتغيير معتقداتهم على المدى المتوسط. نعم نعم دكتور حسن، قبل أسبوع تقريبا أو قبل أيام شاهدنا كيف عينت هذه الميليشيات الحوثية مديرا لجامعة علوم التكنولوجيا، اعتقلت مديرها ثم أفرجت عنه في وقت لاحق، وهي لا تزال حاليا تسيطر على هذه الجامعة. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ هذا دليل آخر على ما تقوم به وعلى تصرفات هذه الميليشيات، هي التي لا يعني كانوا ينادون أحيانا يطالبون الناس بأنه التصالح والتسامح وهذه الشعارات الفارغة التي ترددها، وعلى أرض الواقع نجدها تعمل على تجريف الهوية اليمنية، تجريف المؤسسات التعليمية، تجريف هوية أبناء الشعب اليمني، القضاء على ما تبقى لأبناء اليمن في الجانب الاقتصادي من يعني مؤسسات تعليمية مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات التي تم السطو عليها وفرض يعني كوادر من قبل هذه الميليشيات، فرض كوادر في المستشفيات الخاصة، فرض كوادر حتى على مستوى المدارس الخاصة لم تسلم من أذى هذه الميليشيات. وهذا موضوع خطير وانتهاكات خطيرة تسعى إليها هذه الميليشيات ولن تتوقف، لأن هناك من يشجعها على مثل هذه الأعمال، وهناك المجتمع الدولي يتفرج على هذه المؤسسات وعلى هذا التجريف الذي يصيب العملية التعليمية في اليمن ويصيب المجتمع اليمني في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والإنسانية، ولم يتركوا حتى المساعدة الإنسانية التي يعني يقدمها المنظمات الدولية يقدمونها، إلى بها لم تسلم من أذى هذه الميليشيات، وأصبحت هذه الميليشيات هي التي تسيطر على كل مقدرات أبناء الشعب اليمني وتحرمهم من كل الحقوق ومن أبسط الحقوق منها الراتب الذي هو يعني أقل ما يمكن أن يقدم يعني يحصل عليه المواطن. نعم. طالما ذكرت المنظمات الدولية دكتور، ما هو الدور المنظمات الدولية لا سيما المنظمات التي توجه أهدافها ونحو الطفولة ولا سيما اليونيسف تحديدا؟ للأسف الشديد يعني دور هذه المنظمات دور مخزي ودور يعني متواطع مع ميليشيا الحوثي، وبالأمس القريب نجد أحد منظمات الأمم المتحدة تسلم 50 عربة أو 50 سيارة إسعاف لهذه الميليشيات الحوثية،
وليست لأبناء الشعب اليمني. ونجد كذلك منظمة اليونيسيف تتواطأ مع هذه الميليشيات ويعني ذهبت إليها في العام الماضي وسلمتها مخصصات كانت مخصصة للمعلمين ولم تصل إلى المعلمين منها شيئا يعني إلا النزل اليسير. وتكلمنا عن هذا الكلام يعني فدور الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف حتى أنه وصل الأمر إلى أنهم يدعمون بعض الكتب التي هي بعض كتب محرفة قامت بتحريك هذه الميليشيات. وللأسف الشديد هناك تجد من يدعم هذه من طباعة هذه الكتب، وهذا موضوع خطير يؤسس لأفكار ويؤسس لجيل من التطرف والإرهاب في المستقبل ويؤثر على مستقبل اليمن وعلى هويته الوطنية. ونحن نحذر هذه المنظمات من الوقوع في مثل هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها وتتواطأ مع هذه الميليشيات، فإنها شريكة لها فيما يحصل لأبناء اليمن من قتل وتشريد واختطاف وانتهاكات ليس لها حظ. نعم بالتأكيد. طيب دكتور، في موضوع متصل بهذا الموضوع، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي قال قبل يومين أو يوم إن عدد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية يزيد على 30,000 طفل يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم على أيدي هذه الميليشيات الحوثية. كيف تنظر إلى هذا الموضوع تحديدا، ولا سيما بأن تجنيد الأطفال يعني مرتبط وذا علاقة كبيرة بموضوع التعليم والتسريب من التعليم وما إلى ذلك؟ هذا من ضمن المخطط، من ضمن مخطط هذه الميليشيات، أنه يعني هي تقوم بعملية تجريف للهواء تخرج الشباب بعد أن فقدت الكثير من مقاتليها في الجبهات، وأصبحت الآن تلجأ إلى تجنيد الأطفال والزج بهم، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائم هذه الميليشيات، وهو الزج بأطفال في الحروب. ويعني هناك الكثير والشهادات الكبيرة الكثيرة جدا على تورط هذه الميليشيات في زج بأطفال اليمن وبالأطفال دون سن القانونية في الحرب وفي المعارك الخاسرة التي تشنها على أبناء الشعب اليمني، وهذه جريمة تضاف إلى جرائمها. كان الأجدر أن يكونوا في مدارسهم وأن يأخذوا حظهم في التعليم، وإذا بها تخرجهم إلى جبهات القتال وتحرم آبائهم من فلذات أكبادهم بصورة فجة، وتأتي بهم وبشعارات وتأتي للآباء بصور هؤلاء القتلى هؤلاء الضحايا الذين لا يعرفون عن الحرب شيئا، وإذا بها تزج بهم. والتقارير الأممية تشير بصورة واضحة إلى أنه تجاوز العدد أكثر من 30,000 يعني مجند من الأطفال من قبل هذه الميليشيات. وهذا موضوع خطير، ونحذر أبناء اليمن ونحذر العقلاء من أبناء اليمن من الزج بأبنائهم مع هذه الميليشيات أو مع غيرها، لأن الطفل يظل طفل مهما كان الأمر. نعم، إذن دكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أعلنت الأمم المتحدة تقليص المساعدات الإنسانية في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ابتداء من الشهر المقبل. عن هذا التوجه وتداعياته معنا عبر الهاتف الأستاذ عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، هلا فيك وبالإخوة المشاهدين. هلا وسهلا بك أستاذ عرفات. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد علق مساعداته في وقت سابق في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، لا سيما في العاصمة صنعاء. ما الذي تغير هذه المرة مع الأمم المتحدة؟ طبعا برنامج الغذاء قال أن 60% من المساعدات التي ذهبت إلى اليمن منذ بعد الانقلاب يعني نهبها ميليشيا الحوثية، وهذا التصريح جاء بعد ضغوط كبيرة من المنظمات المحلية وبعض التقارير.
ثم بعد ذلك هدد بعدم توقيع تعليق هذه المساعدات لصنعاء، ثم بعد ذلك اقترح الحوثيين أن تسلم نقدا بدل أن تكون عينا، ووافق هو على أساس البصمة. وبعد ذلك حدثت خلافات بينهما، وبعد ذلك تم يعني استمرار هذه المساعدات. نعم، لكن يجب أن نعرف يعني أن المنظمات الدولية مهمتها هي إيصال المساعدات بطريقة آمنة، وعلى الأطراف التي تدخل بهذه المساعدات وعلى المنظمات أن تقول من هو الطرف الذي يعرقل في حالة إن وجد طرف يعرقل. ونحن موقعين أكثر من 56 اتفاقية في اليمن، ووقعنا هذه الاتفاقيات من أجل أن تصل هذه المساعدات في هذه المرحلة الاستثنائية. وليس من مهمة المنظمات هي إيقاف المساعدات أو تعليقها، لا بالعكس، مهمتها إيصالها إلى المحتاجين بقوة القانون وبقوة هذه الاتفاقيات التي وقعنا معها. وعلى ذلك إذا كان هناك أي معرقل يجب أن يذهب تقرير مجرد وواضح إلى مجلس الأمن. طيب، ويتخذ العقوبات كونه سلطة تنفيذية. لماذا لا نجد هذا التقرير وهذا الوضوح في اتهام الميليشيات الحوثية؟ نجد أن هناك تلميح يعني فقط، لا نجد اتهام مباشر لهذه الميليشيات بأنها من تعرقل، بأنها من تنهب وتسلب وتسرق أيضا. نعم، لذلك أنا كنت واضحا في سرد ما هو الذي يجب على هذه المنظمات الدولية. هذه المنظمات ترسل تقارير ليست حقوقية ولا مهنية، هي ترسل تقارير سياسية أو دبلوماسية تقول أن هناك أطراف وأن هناك يعني عرقلة وأن هناك يعني أطراف، يعني لا توضح من هو هذا الطرف. أضف إلى ذلك أنه يجب أن يعرف العالم أن الأمم المتحدة استلمت 28 مليار دولار منذ الانقلاب حتى اليوم، وهذا المبلغ كان يكفي بأن ينحط لأبناء الشعب اليمني. من من استلمت هذا المبلغ؟ استلمت من الدول المانحة 14 مليار من المملكة العربية السعودية، و4 مليار من الإمارات ومن الكويت ومن بقية الدول المانحة. وأين ذهبت هذه الأموال؟ نعم، وهنا السؤال الذي يجب أن يقال للمنظمات، نريده إذا كان لم يتحسن وضع الإنساني فنجب أن يعرف أين ذهب هذا المبلغ. لكن يبدو أن هناك فساد مع المنظمات الدولية، وهناك لجنة تحقيق كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في بعض الموظفين الأمم المتحدة، هناك 10 يدينوا بالفساد ويدور حولهم تحقيقات كاملة، وهناك فريق ذهب إلى اليمن وعاد رغم أنه احتجزت كل هواتفهم الذكية والمحمولات في مطار صنعاء من قبل الحوثيون أو التي تخص التحقيقات. لكن ما يهمنا أن هناك فساد للمنظمات الأممية إلى جانب عرقلة هذه الميليشيا الحوثية للمساعدات ونهبها وإيصالها للجبهات وبيعها في السوق السوداء، وهذا طيب. واضح من تقارير هذه المنظمات أحيانا. طيب، التوجه الأخير يعني للأمم المتحدة، هل له تأثيرات وتداعيات وأبعاد مستقبلا بمنع أو الحد من يعني تقليص المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية؟ يا أخي، ليس مهمات المنظمات هي التقليص. ما هي مهمة المنظمات؟ إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين. وأغلب المحتاجين موجودون في مناطق سيطرة الحوثيين. أما التعليق هذا يخدم الحوثيون ويتناغم مع توجه الحوثيون بالوضع الإنساني السيء الذي يتمترسون وراءه ويريدون أن يكسبوا ما خسروا بالجانب السياسي والعسكري. كيف يجب أن تكون مسألة واضحة؟ كيف يخدمهم تحديدا؟ كيف الخدمات؟ يعني يجعلهم يتضرعون أكثر بالمسألة الإنسانية؟ يعني في الحديدة، ما الذي أعاد الحديدة الحوثيين؟ أليس هو الوضع الإنساني الذي قالت الأمم المتحدة أن يقف الصراع هناك وأن يدعو للحوار؟ وعادوا بحوار وعملوا اتفاقية السويد، وعاد الحوثيون من الجانب الإنساني واستعادوا كل ما كان قد خسروه في الحديدة. نعم، طيب، يعني في هذه يعني لم نفهم بتحديدا، هل أن المنظمات الدولية باتت يعني تتماهى مع هذه الميليشيات الحوثية باتخاذ مثل هذه القرارات التقليص ما إلى ذلك، أم أنها يعني بدأت تعي وتفهم أن هذه الميليشيات ويعني تتلاعب أكثر بهذه المساعدة الإنسانية؟ هناك يعني مبررات لهذه المنظمات تريد أن تقول أن هناك تلاعب وأنهم اكتشفوا أن هناك تلاعب وأنه في ضغط. واليوم في مؤتمر في بروكسل يناقش نفس الموضوع مع عرقلة الحوثيون للمساعدات، ويجتمع فيه جميع منظمات
والجهات مساعدة الإغاثة بالعالم. ويريدون هنا أن يقولوا أن الحوثيون أو أنهم يواجهون عراقيل من أجل هذه المؤتمرات ويبرروا أنفسهم، لكن هناك تناقض واضح ما بين ما يفعله الحوثيون وما تفعله منظمات الأمم المتحدة، وأصبحت غطاء بل أصبحت أداة من أدوات الانقلاب هذه المنظمات. وفرت الغذاء وفرقت الدواء للجرحى وفرت الغذاء للجبهات، ووجدنا كثير من الغذاء تبع المنظمات موجود في مدارس الحوثيون، ووفرت أيضا لهم أموال كثيرة من وراء هذه المساعدات بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة الذي أسسها الحوثيون. نعم قريباً. نعم. وتنسجم مع هذه المنظمات اللجنة العليا للشؤون الإنسانية كما اسموها. نعم نعم. طيب يعني أنت ترى بأن إذن هذه المنظمات الدولية يعني بدأت تتآمر مع المرشد بشكل واضح وصريح يعني، ولها أجندات خاصة تنفذ أجندات خاصة، ولو كانت ضغطت على الميليشيا وأصدرت تقارير واضحة لضغط المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي اليوم غير واضح من هو الذي يعرقل هذه المساعدات وأين ذهبت كل هذه المليارات في اليمن. طيب في هذه الحالة ما هو دور الحكومة اليمنية؟ دور الحكومة اليمنية يجب أن يتحرك الحكومة اليوم بالذات عبر سفاراتها في الخارج، بالذات في الدول المؤثرة مثل بريطانيا وفرنسا والدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا. حتى أمريكا اليوم صرحت تصريح قبل أيام واضح أن المساعدات تذهب إلى ميليشيا الحوثية. يعني هناك أصبح الأمور واضحة، لكن يجب أن يكون هناك تقرير واضح مجرد وصريح من الذي يعرقل هذه المساعدات وأين ذهبت كل هذه المساعدات من أجل تلافي الوضع الإنساني السيء في اليمن الذي يهدد بمجاعة قادمة حسب تقارير الأمم المتحدة. وهناك أكثر من 20 مليون يحاج إلى مساعدات، منهم النصف يحاج إلى مساعدات عاجلة، هناك أطفال يموتون كل 10 دقائق، هناك 5 مليون بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وكل هذا ولا تذهب إليهم شيء. أغلب المحافظات حسب الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية والنسف تتواجد في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيون، الحديدة وإب والمحويت وصعدة وعمران، كل هذه المحافظات وضع الإنساني فيها سيء وتحسن الوضع كثيرا في مناطق سيطرة الشرعية. نعم. طيب في هذا الجانب أستاذ عرفات، يعني ما هو الدور المنظمات اليمنية المحلية في أن يكون صوتها عاليا واضحا تجاه هذه المنظمات الدولية تجاه هذه الميليشيا الحوثية في أكثر من محفل دولي؟ يعني طبعا المنظمات الدولية أرسلت بيانات كثيرة، بل أنها وقعت أكثر المنظمات المحلية قصدك من المحلية. نعم. المجتمع المدني. هذا ما تقصده؟ نعم نعم، هي مهمة وأصدرت أكثر من بيان مشترك، وأيضا قدمت تحالف اليمن للانتهاكات قدم أكثر من تقرير حول الوضع الإنساني لجنيف. نعم. في دوراته المنعقدة. ومهمة هذه المنظمة هو لا يزيد على توثيق هذه الانتهاكات وأيضا حفظ حقوق الضحايا، وأن تعمل شريكة في عملية توزيع المساعدات الإنسانية ليس أكثر. نعم. إذن الأستاذ عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن، نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.